والله أنا عندي بود أن أقول بأن هذه الطريقة التي انتهجها النظام لقمع شعب مسالم وقمع الشباب الذي هو الوقود الحقيقي للجزائر، هذا الشباب اللي راه موجود في السجون هي القوة الحقيقية والوقود الحقيقي للدولة الجزائرية. ما يحدث حاليا وما يحدث منذ أكثر من سنة من قمع وزج بالشباب في سجون النظام دون أي محاكمة ودون أي وقائع هو ظلم، وهذا الظلم يشكل خطر على استقرار البلاد. لماذا؟ استمعت في بداية الحصة إلى صرخة أبناء هذا المعتقل اللي كان يقول تلقوا صراح بابا ما دار والو. هذا الطفل الذي يعيش هذا الظلم أضيفه إلى أطفال ضحايا العشرية السوداء الذين شاهدوا اغتيال آبائهم وأمهاتهم وأخواتهم دون أن تكون هناك أي معالجة أو أي متابعة نفسية لهؤلاء الأطفال الذين يعيشون مآسي دون أن يعلموا لماذا. إذن هؤلاء الأطفال الذين يعيشون ظلم الاعتقالات إلى جانب آثار وباء كورونا وآثار الأزمة الاقتصادية وآثار الأزمة الاجتماعية، كل هذه العناصر هي كلها عناصر قد تؤدي إلى انفجار الوضع، لأن إقبال السجناء الرأي إلى اتخاذ وسيلة الإضراب كوسيلة لإسماع أصواتهم ثم يقابلها بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يكذب الواقع على أساس أنه يكون قد اتصل بالمؤسسة العقابية على الحراش ويكون قالوا له باللي اون با غوسو دو بريافي دو غريف ولا اخطار عن الاضراب عن الطعام كما ينص عليه قانون تنظيم السجون. كم هذه الامور الانسانيه يتم معالجتها بطريقه بيروقراطيه باسكو هما كما حكموش الاخطار عن الاضراب باسكو طاح بالخميس والجمعه دوك سي تان ويكاند، دوك اوليو يروح يتحقق من المعلومه اللي نشرها المحامون راح مباشرة دلك بيان تكذيب. هذا خطر على القضاء، خطر على القانون، خطر على العدالة، خطر على الحريات، لأن الدور النيابة العامة أنه عندما يصل إلى علمه مثل هذا الخبر يتنقل أو يتصل بقاضي تطبيق العقوبات اللي عنده مكتب في المؤسسة العقابية ويتصل بإدارة السجون ويتحقق هل هناك نية، مش شرط يكونوا بداو، هل هناك نية أو إقدام أو فكرة باش يعرف، لأن هناك ظروف يجب أن تهيأ في حالة الإصابات أو في حالة تفاقم الوضعية الصحية للمضربين. هذا راح جرى وراح دلك بيان، ويا ليت لو كان البيان متوقف على التكذيب راح يزيد يهدد بالمتابعات القضائية ويهدد المحامين بالمتابعات القضائية. أين أنتم؟ هذا هناك خط أحمر تم تجاوزه وهو التطاول على هيئة الدفاع، لأن المحامي اللي دار البيان ولا هيئة الدفاع اللي دارت البيان ما راهيش تلعب، راهي دقت ناقوس الخطر وقالت باللي الظروف المزرية تاع سجن الحراش وظروف وباء كورونا والقفة اللي ما تدخلش والماء اللي ما كاش والمرض اللي راه متفشي والظروف اللي راهي سايرة لداخل والدراهم اللي ما كاش والفواي اللي ما راهمش يزودوه كما كان بكري، ويجي يقول لك وحذاري ثم حذاري وستكون هناك متابعات قضائية. وما باله بالمتابعات القضائية التي ستكون في حالة وفاة سجناء، في حالة مرض سجناء، في حالة ما إذا حدثت كارثة في السجن بفعل هذا الإضراب. وين رانا رايحين؟
وين رانا رايحين ليه نوض يهدد؟ ما راناش كرايين في هذه البلاد، ما راناش كرايين. نحن شعب، شعب انتفض ضد الظلم وانتفض سلميا، وجزاؤه يزج به في السجون الشباب الذي هو وقود الدولة. الشباب هذا اللي لازم يخرج من الجامعة يلقى خدمة، راه يخرج الجامعة يحكم الحيط، يدي 20,000 من عند يماه ويروح يدور في القهاوي. أنا كنشوف الحدائق العمومية اللي في البلدان المتقدمة، الحدائق العمومية داروهم بوغ لي روتريتي، ولا شكون يقعد في الحدائق العمومية؟ كالجان عيب عيب. واحد كما تجديد يبعث بقصيدة شعرية ويبكي الجزائر، عيب. واحد كيما تجديد ولا كيما الدباغين ولا كيما شفيق مجاهد ولا غيرهم، عيب انهم يكونوا. بالمناسبه استاذة نبيله مراكي، الى جانب هذا الاضراب تتواصل حمل التضييقات، المتابعات، الاعتقالات. تم وضع مثلا في مستغانم دليل توات معتقله الراي السابقه في مستغانم، الحبس المؤقت. ها هي طبعا في تيزي وزو وضع تحت النظر، ما زالت تحت النظر المكال دليليا، يعني ويوميا يعني لم تعد تعد وتحصى هذه القضايا، قضايا الاعتقالات. هذه يؤكد تخوف النظام من تاريخ من 22 فبراير. انا نقول الله يهديكم يا ناس، الثوره كما قالها عمي الخضر برقع ربي يرحمه، الحراك فكرة والفكرة لا تمت. أنا لا أتوقف عن تاريخ 22 فبراير، أنا نقول أن الشعب رجع لو 16 فبراير ولا ندري متى سيتوقف عن حراكه. المسيرات هي اللي توقفت، ماشي الحراك اللي توقف. الحراك راه في عقول كل الجزائريين، الحراك راه في قلوب كل الجزائريين. وتسلط السلطة وطريقتها والطريقة التي انتهجتها لتخويف الشعب يزيد من غضب الشعب. الحوار يجب اللجوء إلى الحلول السياسية وليس إلى الحلول الأمنية. الجزائر على بركان ويمكن أن تنفجر وستؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. الجزائر أمانة في رقبة كل الشعب، والشعب راح ساكت ملغي الأزمة الاقتصادية، التضييق الأمني، التخوين، كل ما تستعمله السلطة، والشعب راح ساكت لسبب واحد، لأنه يراعي الجزائر أكثر من الذين يدعون أنهم أصحاب الوطنية وأنهم يعطون دروس في الوطنية. الجزائر أمانة في رقبة الشعب، والشعب راه صابر، ولكن إلى متى؟ كما كانت تقول الأغنية تاع أم كلثوم، للصبر حدود، حذاري ثم حذاري من عواقب طريقة معالجة الوضع السياسي. تضييق على الحريات، تضييق على الأحزاب السياسية، تضييق على الجمعيات، قوانين مجحفة، قوانين رايحة تخرج، قوانين تمنع حتى لسانديكاليست انهم يكونوا مناضلين في احزاب سياسيه. قوانين حبت حاشاكم الجيف الجزائري، وين راكم حابين تدوها؟ حبيتوا ننتفضوا؟ ما راناش رايحين ننتفضوا، سنستمر بسلميتنا لان سلميتنا كشفت الوجه الحقيقي للنظام. سلميتنا ادت الى ان كل الشعب الجزائري ادرك أن ليس هناك أي حل سوى الحل السياسي، وما يريده النظام هو أن تشعل نار الفتنة وتؤدي بالجزائر إلى الانزلاق في العنف، ونحن لا نريد أي عنف، لأن العنف سيؤدي إلى إبقاء هذا النظام في السلطة. حسين يتحمد ربي يرحمه قال لك لو بوفوار اون الجيري فابغيت fabrique les ingrédients de la violence, combat la violence par la violence et se maintient grâce à la violence. حذاري ثم حذاري. أما عن أبنائنا، ندائي إلى الشعب الجزائري المسالم الصبور
هذا الشعب الرائع. ندائي أنه يجب أن يتضامن مع سجناء الرأي وأن لا يتركوهم أو أن يدعوهم إلى أن يكفوا عن الإضراب، لأن حياتهم أغلى، حياتهم أغلى، والجزائر تحتاج إليهم أحياء وليس أموات. ونختم بمقولة حسين حمد ربي رحمه، قال لك كونت سي سو سيستم نو تو تي با إل تو لاس مورير، هذا النظام ولا ما قتلكش يخليك تموت. إذا صرختي الأخيرة، صرختي الأخيرة أننا شعب مسالم نطالب بالحريات واحترام القانون واحترام المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وأنا جزائرية وسأبقى جزائرية وفخورة بأنني جزائرية وسأناضل سلميا وسياسيا إلى أن تحترم حقوق الإنسان وتحترم كرامة الإنسان، ولذلك سمي بإضراب الكرامة فهو إضراب الكرامة، ونحمل مسؤولية كل عواقب هذا الإضراب نحمله للنظام الذي زج بأبنائنا في السجون، وندعو الشعب إلى البقاء والإبقاء على وحدته وثباته، أن يكون ثابتا ومصرا على مواصلة النضال السلمي. السلمي